بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، ما زلنا مع الآية الكريمة من سورة الفرقان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نقف مع جزء من هذه الآية، واجعلنا للمتقين إماما. ما معنى واجعلنا للمتقين إماما؟ هو أننا بغينا اللي شفنا يذكر الله، بغينا اللي شفنا يصلي على سيدنا رسول الله، يعني أنا والزوجة ديالي والوليدات ديالي والذرية ديالي اللي شفنا يذكر الله، يعني نكون واحد نموذج مبارك بين الناس، أن اللي شفنا يشوف الأخلاق الحسنة، اللي شفنا يشوف الاستقامة، اللي شفنا يشوف الصفات الراقية. علاش؟ لأننا احنا أمة، كل واحد فينا خصو يعتبر راسه بأنه نموذج مصغر ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأبناء ديالك، أبناء ديالك هما واحد النموذج تبني بهم، واحد النموذج مصغر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نخيبوش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي واحد فينا. واجعلنا للمتقين إماما. هذا الأمر ديال القدوة هو مهم في تربية الأبناء. خصنا نكونوا قدوة طيبة للأبناء ديالنا، والأبناء ديالنا خصهم يتعلقوا بقدوات طيبة، لأنه لما تعلقش بقدوات وما اقتداش بقدوات طيبة كاين قدوات أخرى لا ترضي الله عز وجل، وهذه من صلب الدين ديالنا. لأننا كنقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قدوة، صحبة صالحة، ناس كنشوف فيهم الأخلاق الراقية، كنشوف فيهم الاستقامة. إذا بغينا الأبناء ديالنا يكونوا في هذا المستوى، في هذا المستوى الراقي، إذا خصنا نتعاملوا مع الأبناء ديالنا تعامل راقي. أي تصرف ديالك مع الأبناء ديالك فهو يؤثر في الشخصية ديالهم، وهو كيبني الشخصية ديالهم. فبالتالي خصني أي تعامل غنتعامل مع الأبناء ديالي خصني نفكر فيه تفكير عميق. لهذا في سورة عباد الرحمن كنلقى واحد المجموعة المواصفات، الآيات ديال عباد الرحمن كنلقى واحد المجموعة المواصفات خص يتصف بها المؤمن والمؤمنة. علاش؟ باش يكون داك النموذج المبارك للأبناء ديالو والأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطينا واحد مجموعة الأمثلة ديال كيفاش نتعاملوا مع الأبناء ديالنا. واش هاد الأمثلة هي اللي كاينة؟ واش هاد الأمثلة هي اللي خصني ندير أنا في حياتي باش ننجح؟ هذا غير واحد، لأن الإنسان كيقول لك أحيانا أنا بغيت شي وصفة سحرية باش نربي بها الأبناء ديالي. ما كايناش وصفة سحرية، كاين صبر، كاين تعامل راقي، كاين تعظيم لهذه النعمة هذه، كاين واحد مجموعة أمور اللي شرنا لبعضها أننا خصنا نتعاملوا بها مع الأبناء ديالنا. والشيء الغريب هو أننا حتى لك عندنا حل كنبغيوه يكون سريع، هو أنني كندير واحد التعامل زوين. أحيانا الآباء كيكونوا غاديين في الطريق الصحيح في تربية الأبناء ديالهم، ولكن بحيش ما كيشوفوش النتيجة في شهر وشهرين أو في عام وعامين كيقولوا يمكن هذه النتيجة، هاد الطريقة راه ما غتعطيناش نتيجة مزيانة. لا، خصنا نصبروا على الأعمال الطيبة اللي كنديروا مع الأبناء ديالنا. ما نستعجلوش الثمرة. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما. راه ممكن داك التربية اللي كتربي الأبناء ديالك ما تقطفش الثمار ديالها الآن، ممكن بعد سنين طويلة عاد غتجيك الغلة ديال داك التربية اللي كتربي الأبناء ديالك. إذن حنا علاش خصنا نربيو الأبناء ديالنا تربية راقية؟ لأن حنا كنعبدو واحد الإله اللي هو عظيم، وعندنا واحد القرآن اللي هو عظيم، وعندنا واحد النبي اللي هو عظيم. علاش ما نربيوش الأبناء ديالنا تربية عظيمة؟ علاش ما تكونش حنا الأعمال معاملة ديالنا والتعامل ديالنا مع الأبناء ديالنا تعامل راقي وتعامل عظيم؟ إذن ملي كنكون كنربي الأبناء ديالي حنا عطينا واحد النموذج أو بعض الحلول اللي خصنا نتعاملوا بها، ولكن أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم أنت اللي غتلقى الحل لأبناء ديالك، لأنك أنت اللي كتعرف النفسية ديال الطفل ديالك وأنت اللي معاشرو. وخصنا نعرفوا نفسية الأطفال ديالنا ونعرفوا العيب فين كاين، وخصنا نجلسوا مع الوقت، نعطيو الوقت لوليدات ديالنا نتصاحبوا معاهم.
خصنا نتصاحبوا معاهم، ما نهمش الابناء ديالي ونقول راني كنربي. راه التربيه ماشي هي كناكلوا ونشربوا وكنوفروا مكان فين ينعس، لا، التربيه هي واحد مجموعه ديال التعاملات اللي خص يتعامل بها الانسان، وخاصه التعامل القلبي مع الابناء ديالنا خصو يكون تعامل راقي. وحنا شرنا للتعظيم وشرنا للحب وشرنا للرحمه، وهذاك الخير اللي في القلب ديالي خصو يفيض حتى يظهر في المعاملات ديالي. اذا انت اللي غادي تلقى الحل لابن ديالك ولا البنت ديالك، وانت ايتها الام اللي غتلقى الحل ديالك، الحل للبنت ديالك او الابن ديالك. اذا ما نستعجلوش الثمره. شي مرات كنقول لابن ديالي هذا الكلام قلته لك ألف مره وانت ما كتسمعش، نتاكدوا من الكلام ديالنا، واش قلته ألف مره؟ بل الا جينا نحسبوا غنلقاو ما قلته حتى 20 مره. والصواب هو ان خصك تقول ذاك الكلام عشرات المرات وربما مئات المرات وربما تصل الى الالف. علاش؟ لان الطفل خصك تكرروا هذاك الاقوال وديك الاعمال برحمه وباساليب مختلفه باش تغرس فيه ديك البذره ديال الخير. وخصنا نسهروا على ديك البذره، نبقاو ننميو فيها وننميو فيها وننميو فيها حتى تكبري ان شاء الله تعالى وتعطي الغله ديالها. واحد المره واحد الاب كان عنده الابن ديالو معصب بشكل كبير، وهذه كيعانيوا منها خاصه الاطفال ديال هذا الزمن هذا، لان الاكل ديالهم اصبح غير طبيعي، لان التعامل مع 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 معهم والتعامل كيتعاملوا مع القنوات والتعامل كيتعاملوا مع الواقع اصبح فيه عنف كثير. فولاو الاطفال ديالنا اطفال فيهم عنف بواحد الشكل اللي كيتغلبوا فيه الاباء. كي غندير التعامل مع الابن ديالي، اولا خصني نعرف بان واش هي حاله مرضيه ولا غير فقط هو ان الابن كيتعصب لان عنده خوتو كيعصبوه او التعامل ديالنا كيعصبو. واحد الاب كنلاحظ بان الابن ديالو، ماشي غير لاحظ وانما كان يعاني من ان الابن ديالو كان معصب واحد الشكل كثير. علاش؟ لان الزوجه ديالو لما كانت حامله بهذا الطفل هذا كانت مسكينه 9 شهور كلها وهي تعاني، والله يسمح لنا من حق الزوجات ديالنا والله يسمح لنا من حق الوالدين ديالنا. فهذا الطفل هذا تزاد معصب واحد الشكل اللي هو كبير. فكانت هذه الام كتعاني مع هذا الطفل في التربيه ديالو، وكان هذا الاب كيعاني كذلك في التربيه ديال هذا الابن، ولكن الام تعبت كثير حتى بدات كتعنف على هذا الطفل. فشنو دار هذا الاب؟ قال لهم هذا الطفل هذا الابن ديالي ما يقرب له تحد في التربيه، انا اللي غنتكلف بالتربيه ديالو، ما تهضروش معاه، اي حاجه بغاها انا اللي غادي نتكلف بها. علاش؟ لان هذا الاب وهذا التعامل ممكن تعمل به الام ممكن تعمل به الاب. حنا عطينا نموذج ديال ان الام مسكينه هي تعبانه كثير، اذا غادي يهز تقول الاب ما فيها باس. فهذا الاب هذا شنو دار؟ بدا كيتعامل واحد التعامل في واحد اللطف مبالغ فيه. هاد الطفل هذا كيفاش كان داير؟ كان الا بغى يطلب شريبه كيقول بابا، واحد الصوت اللي هو مرتفع. شنو كيقول له الاب؟ نعم ولدي الحبيب. يتواضع الابن ديالو وكيبتسم له رغم ان هاد الطفل نادى الاب ديالو بواحد الصوت اللي هو مقلق. فهاد الاب شنو كيدير؟ كيقول له نعم ولدي الحبيب، كيبتسم له وكيخفض ليه طأ الراس ديالو وكيحط يده على قلبه. فشو كيقول داك الطفل؟ بغيت نشرب، كيقولها بواحد الصوت اللي هو مقلق. فشنو كيقول الاب؟ مرحبا ولدي الحبيب، بنفس الابتسامه وبطأطأة الراس وكيحط يده على قلبه. فكيجيب الشريبه لابن ديالو وكيقول له بسم الله. ما كيقولوش قل بسم الله، كيقول له بسم الله، لانه الا قال له قل بسم الله غيتقلق الطفل لان كانت الحاله ديالو صعيبه شويه. فكيقول بسم الله. فمشى الاب على هذا التعامل واحد المده اللي هي طويله، حتى اصبح ذاك الابن الا بغى يطلب شريبه كيطلبها بصوت منخفض، بابا بغيت نشرب، بل بدا كيقول بابا الحبيب بغيت نشرب، لان الاب ديالو كيقول له نعم اولدي الحبيب. نسال الله عز وجل ان نكون رحمه للابناء ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.